مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات، نباتات البرية ونباتات الزينة. عندنا اليوم قحوان زهرة الغريب أو قحوان توتي الأوراق، ينتمي النبات إلى نوعين من الأسماء العلمية. هو نبات معمم من جنس نبات الأقحوان وفصيلة المركبات، وهي شعشبة يبلغ ارتفاعها ما بين 50 إلى 120 سنتيم، ذات ساق مضلع عارية قليلا الفروع، أوراقها مجنحة ومسننة، تروح منها رائحة من الشعشبة رائحة الكافور عند هرسها. أزهارها مستديرة، في وسطها قرص أصفر اللون ذو زيت طيار. الوصف النباتي: يبلغ ارتفاع النبات من 30 إلى 90 سنتيم، يستخدم اكتسب هذا النبات شعبيته بوصفه أحد نباتات المنازل الداخلية، ويرجع ذلك جزئيا لصفاته الجميلة والصحية في تنظيف الهواء داخل البيت والأماكن المغلقة، كإزالة البنزين والفورمالديهايد والأمونيا وغيرها من المواد الكيميائية من الهواء الداخلي. الزراعي: بشكل عام من الأفضل اغتصاب النبات مرة واحدة في الشهر، يعني من حيث المواد الكيميائية أو السماد، ويسقى مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع حسب المناخ. في الطب الشعب يستخدم الزهرة ضد التهاب العين والجلد غير النقي، كما أنها تستخدم لتنقية الهواء. قد يؤدي التلامس مع أجزاء من النبات في بعض الحالات إلى تهيج الجلد والحساسية. الملبيئة: يؤكل النبات من مختلف المن البق، كبيصة بق، غص عمال المناجم، ورقة ونيماندا والعناكب والتربس، يعني من الحيوانات والحشرات. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.